السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بتلاميذ السنه الثالثه اعدادي في درس جديد والذي هو الترتيب والعمليات. درس الترتيب والعمليات هو من الدروس الأساسية في برنامج الدورة الأولى حتى في الامتحان المحلي تكون عليه نقاط مهمة لذلك ينبغي أن نوليه اهتماما أكثر بالنسبة للدرس يعني أنا الدرس فيه أنا كتبت هنا العناصر ديال الدرس اللي هو ترتيب العمليات هاد العناصر ديال الدرس العناصر الأساسية أو الفقرات الأساسية اللي كاينين في الدرس ثلاثة ديال الفقرات الفقرة الأولى مقارنة عددين حقيقيين كومباريزون دو دو نومبر غيال ثانيا الترتيب والعمليات اي والفقره الاخيره اللي هي التاطير لونكادغومون اذا ما يمكنش نتكلم في فيديو واحد على هذه العناصر على هذه الفقرات بثلاثه لذلك غادي نقسم الدرس لثلاثه ديال الفيديوهات في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلم على الفقره الاولى اللي هي مقارنه عددين حقيقيين بالنسبه المقارنه عددين حقيقيين لا كومباريزون دو دو نومبر غاسيونيل اذا كملاحظه في في الفيديو المقبل ان شاء الله فاش غنبغي نتكلم على الترتيب والعمليات غادي نهضر ونشرح ماذا نقصد بالترتيب وماذا نقصد بالعمليات بما اننا غادي نتكلم فقط على المقارنه عددين حقيقيين ما ندخلش في التفاصيل ديال ماذا نقصد بالترتيب وماذا نقصد بالعمليات ثم ماذا نقصد بالتاطير اذا غادي نحصر في هذا الفيديو الكلام ديالي على مقارنه عددين حقيقيين حقيقيين. بالنسبة للفقرة الأولى ديال المقارنة عددين حقيقيين لا كومباريزون دو دو نومبر عندي جوج الطرق اللي باش باش نحدد المقارنة ديال واحد العددين حقيقيين الطريقة الأولى تسمى تحديد إشارة الفرق تحديد إشارة الفرق القاعدة شنو تتقول لي تتقول لي لمقارنة عددين حقيقيين نحدد إشارة فرقهما وهنا تيجي تيجي الـ 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 بالنسبه للتلاميذ اللي تيتبعوا معايا الفيديو من الاول آه ملي تنقول خاصني تكون عندي بعض الامور الاساسيه من بينها هذا مفهوم الفرق مفهوم الفرق يعني بحال مثلا التلميذ غادي يشوف تحديد اشاره الفرق هو ما عرفش شنو هو الفرق اصلا اذا فالفرق مثلا ملي تناخذ 7 ناقص أربعة هاد العملية هاد العملية اللي كنقوم بها أنا راني ديجا شرحت هاد المفاهيم هادي ولكن نتذكر بها إذا ملي كندير سبعة ناقص أربعة هنايا راني درت واحد عملية الطرح ملي درت عملية الطرح يعني نقصت أربعة من من سبعة حصلت على العدد ثلاثة إذا هاد العدد ثلاثة بالنسبة لي أنا دابا هو هو اللي كيتسمى الفرق هو اللي كيتسمى الفرق كيتسمى فرق العددين سبعة وأربعة إذا سبعة ناقص أربعة شنو تتقول لي القاعدة؟ تتقول لي لتحديد أو لمقارنة عددين حقيقيين نحدد إشارة فرقهما شنو تنقصد بالإشارة؟ واش هاد الفرق اللي غادي تحسب واش هو موجب ولا سالب؟ في حالة إذا كان الفرق موجب أشنو تيعني؟ وإذا كان الفرق سالب ماذا يعني؟ هاد الفرق هو هذا يعني إلا خرج لي موجب ماذا يعني؟ وإلا خرج لي عدد سالب ماذا يعني؟ تتقول القاعدة اذا كان أنا ناقص بي بصفه عامه القاعده كتكلم بصفه عامه الا كان عندك أنا ناقص بي كيف ما بغي يكون او كيف ما بغي يكون بي حسبتيه دابا انا كنت تلميذ اللي يقدر يشوف هنا غادي غادي يدو هنايا المعنى ديالها راني حسبت أنا ناقص بي ولقيت واحد العدد مثلا ايكال واحد العدد سي مثلا حنا ما كنكتبوش هادشي في القاعده ولكن نوضح لك اشنو تنقصد يعني الا شفتي قريتي شي ملخص ولقيتي اذا كان أ ناقص ب اصغر من صفر ماذا نقصد راني حسبت أ ناقص ب ولقيت واحد العدد سي ما كنكتبوش هنا لقيت واحد العدد سي بحال دابا هنا سي هو ثلاثة مثلا أ آه مثلا أ آه هو سبعة و ب هو أربعة آه و سي هو ثلاثة يعني حسبت ما كنكتبوش هاد العدد سي إذا إلا كان هاد العدد سي اللي كنحصل عليه ملي كندير عملية الطرح الا كان عدد سالب انا حسبت الفرق لقيتو عدد سالب يعني عنده اشاره سالبه ماذا يعني ماذا يعني ان الا حسبت الفرق ديال العددين نلقاه سالب يعني ان العدد الاول اصغر من العدد الثاني يعني راه ا اصغر من بي شكون هذه دابا هذه هي اللي كتسمى المقارنه دابا هذه انني كنت قارنت العددين ا و بي المقارنه هي تحدد ليا شكون هو العدد الكبير وشكون هو العدد الصغير اذا باش نتوصل لهذه المقارنه دابا هذه هي النتيجه وهو الجواب ديالي اذا باش نعرف ا آه ولا كل شكون الكبير شكون الصغير شنو تندير تندير ا آه ناقص ب آه باش ما ندوخش ماشي بالضروره آه ا ناقص ب ولكن نفهموا حنا القاعده اولا نفهموها اذا ا آه ناقص بي لقيتو عدد سالب اذا لقيتي عدد سالب شنو تدير الرمز اللي كيكون معطيك حيت هذا الرمز ماشي بالضروره دائما يكون هذا الرمز يقدر يكون اكبر من او لا يقدر يكون اكبر قطعا ولا اصغر قطعا اذا ما ينطبق على هذا الرمز هذا كينطبق على الرموز الاخرى تقدر تكون اصغر قطعا او لا اكبر من او يساوي او لا اكبر قطعا اذا نفس الكلام ونفس المفاهيم كتنطبق على الرموز بثلاثه إذا دابا ناخذ مثال باش نوضح شنو قلت دابا هنايا دابا إلا إلا بغيت نقارن أنا خديت عددين باش نوضح الفكرة قبل ما ندوزو للتمارين إذا إلا درت أنا سبعة بغيت القارن مثلا مع سبعة مع ربعة شكون هو الكبير شكون هو الصغير إذا راه باين شكون الكبير ولكن بغينا ناخذو مفهوم ديال القاعدة شنو تاتقول إذا إلا درت سبعة ناقص ربعة تلقاه ثلاثة واضحة هاد ثلاثة واش هو عدد موجب ولا عدد سالب بين أنه عدد موجب شنو تقولي لي القاعدة؟ كاتقول ليا إلا حسبتي سبعة ناقص ربعة ولقيتو ثلاثة، يعني ماغانكتبش أنا ثلاثة، إذا سبعة ناقص ربعة مالو راه أكبر من العدد صفر، أكبر من صفر يعني موجب، فاش تسمع أكبر من صفر، عرف بأن راه تتعني أنه موجب، وإلا لقيتي أصغر من صفر، عرف راتي يقصد بها عدد سالي، إذا هذا عدد موجب وهذه عدد سالب هذا مجرد رموز اذا اكبر كتعني موجب واصغر تتعني تتعني سالب دابا حسبت 7 ناق ناقص ناقص 4 لقيت 3 هذا 3 هو موجب ولا سالب هو موجب ماذا يعني موجب يعني انه اكبر من صفر وتتقول لي القاعده الا كان ا آه ناقص ب اكبر من صفر شنو تندير باش ما ندوخ هذا الرمز اللي لقيتي هنايا لقيتي اكبر خلي اكبر كتشد هذه السبعه كتحطها هنايا وتشد شد هذا العدد اللي كان هنا في بلاصه 4، وكتحطه هنايا اذا سبعه اكبر من ربعه الا إيه مشيت هنا مثلا قالوا لي قارن العددين اثنين وخم اثنان وخمسه شنو تندير اثنان دابا هذا بالنسبه لي انا دابا هذا هو ا وهذا هو العدد ب اذا الا حسبت الفرق ديال هاد العددين كنلقاه ناقص ثلاثة اذا اثنان ناقص خمسة كتساوي ناقص ثلاثة كنشوف دابا هذا ناقص ثلاثة كنقول وش هو موجب ولا سالب هو عدد سالب ملي كنلقى دابا انا نكتب لك اشنو تطبق وطبق اشنو دير وطبقها وطبق على كيف ما بغا يكونوا العددين اوب اذا لقيت ا ناقص بي سالب شنو غدير حداه غتكتب حداه بان هذا العدد راه عدد سالب هنا كتبت موجب يعني راه كبر من صفر يعني راه موجب دابا ناقص 3 عدد سالب ملي تلقى هذا العدد سالب شنو تدير غتجي هذا الرمز اللي لقيتيه هنا غتعاود تكتبه ما, ما تبدلش الرمز هذا العدد ا حطه حطو هنا وهذا العدد اللي يكون في بلاصه بي حطه في الجهه الاخرى وهنا انت على التمرين ديال المقارنه دابا غنجي لوحده التطبيق غنطبق هذا الشيء خديت اعداد سهل ولكن غنطبقو دابا هنا شنو تيقول لي التطبيق قارن العددين أ بي بحيث شوف هنايا أ آه كيساوي اثنان و بي كيساوي خمسة هنايا أ تبدل ماشي بالضرورة نطبق القاعدة حتى يكون عندي أ آه واحد العدد معين على العدد واحد لا كيف ما بغي يكون أ آه. كيف ما بغي يكون بي المهم كنطبق القاعده اذا القاعده تتقول لي انا الا بغيتي تقارن ا و بي تعرف شكون اللي كبير وشكون اللي صغير شنو خاصك دير خاصك تحسب الفرق اولا تحسب الفرق ماذا نقصد بحساب الفرق خاصني ندير ا ناقص بي ونشوف شحال كيساوي شحال عندي القيمه ديال ا دابا هنايا ا كنشد كنعوض كنشوف شنو عاطيني في التمرين ا كتساوي جذر مربع خمسة ناقص اثنان إذا أنا شنو كتبت دابا أنا؟ هذا هو أ بالنسبة لي أنا، هذا الناقص دائما كينا لأن الإشارة ديال الفرق ها هي ناقص، شنو هو العدد الثاني اللي هو بي؟ ملي تلقى العدد بي فيه واحد يعني مركب من عدة أعداد، شنو خاصك دير؟ خاصك دير الأقواس، ضروري ندير الأقواس، إذا ناقص جذر مربع خمسة ناقص ثلاثة ونحسب إذا عندي جذر مربع خمسة ناقص اثنان هنا نحيد الأقواس مسبوقة بالناقص كنبدل الإشارات ديال العدد اللي كاينين داخل القوس إذا غتولي هنا كاين زائد غتولي ناقص إذا ناقص جذر مربع خمسة هذه كاينة ناقص مع هاد الناقص غتولي زائد تلاتة كنلاحظ هنا عندي جذر مربع خمسة مع ناقص جذر مربع خمسة كنختزل لأنه كيساوي صفر تساوي إذا كتبقى عندي ناقص اثنان زائد ثلاثة اللي هي كتساوي واحد دابا هذا هذا الواحد اللي لقيت انا من حسبت انا قيس شنو هو هو الفرق ديال العددين هذا الفرق واش هو عدد موجب ولا عدد سالب هو عدد موجب ملي تلقى عدد موجب تدير اكبر من صفر الا لقيتي عدد سالب كيف هنا كندير اصغر من صفر اذا هذا الرمز ديالي هو المقارنه شنو كان كنشد هذا الرمز كنحطه او كنحط الرمز ديالي اذا كنحط الرمز هذاك الرمز اللي لقيتي لقيتي اكبر حط اكبر لقيتي اصغر حط اصغر كتجي هنا شنو تتحط تتحط العدد الاول اللي بديتي به انت الا بديتي ببي دابا حنا الا بدينا ببي غنلقى اصغر اذا انت كتحتار خاصك تحترم الترتيب ضروري تحترم الترتيب اللي بديتي به في الاول الا بديتي ببي غتحط بي هنا بديتي ا آه اذا هذا الترتيب هذا اللي اللي كتبت انا في الاول كنجي تنحط العدد الاول اللي حطيته كنحطو هنا شنو هو أ آه بالنسبة لي أنا عاطينو ليا هو جذر مربع خمسة ناقص اثنان والعدد الثاني هو آه هنايا هذا هو هو بي العدد الثاني هو بي كنشد هاد بي هذا وتنجيبو تنحطو في, في الطرف الآخر إذا بي أشنو هو هو جذر مربع خمسة آه ناقص ثلاثة إذا هكذا تنكون جاوبت على التمرين ديالي دابا ندوزو الفقره الثانيه من المقارنه اللي هي مقارنه مربعي عددين احيانا احيانا واخا كنبغي ندير الفرق ديال العددين هذه القاعده ماشي دائما صالحه هذه القاعده ديال تحديد اشاره الفرق ماشي دائما صالحه كان كان نشوف هي اللي ولا بعدا واش يمكن ليا، إلا ما كانش يمكن ليا نحدد الإشارة ديال الفرق، تنقلب على طريقة أخرى، هذه الطريقة اللي هي مقارنة المربعين، أشنو تنقصد؟ دابا إلا كانت عندي مثلا قلت قارن العدد جذر مربع ثلاثة، وجذر مربع مثلا اثنان، جذر مربع ثلاثة، وخمسة جذر مربع اثنان. دابا هاد العددين واخا نبغي نطبق عليهم هاد القاعده ديال الفرق ما غاديش ما غاديش الجواب ما غاديش نعرف اذا انا درت ناقص تساوي وهاد العدد اللي هنا ما غاديش نعرف ما غنعرف واش موجب ولا سالب ما يمكنليش نحدد هنايا واش العدد موجب ولا سالب اذا هنايا هاد الطريقه ما خداماش ليا شنو هي الطريقه اللي, اللي غادي نستعمل كنجي كنقول مقارنه مربعي العددين مقارنة مربعي العددين شنو تنقصد بمقارنة مربعي العددين دابا الا كانت عندي الا كانت عندي 4 مع مثلا مع 5 اذا كنشوف 4 راه صغر من 5 بين اذا 4 صغر من 5 دابا الا درت اس 2 دابا هاد العددين الا خديت خديت 4 درت لها اس 2 وخديت 5 درت لها اس 2 شوف معايا غندير 4 اس 2 كتساوي 16 وغندير خمسة أس اثنان غنلقاها خمسة وعشرين شنو كنلاحظ كنلاحظ بأن أربعة أس اثنان اللي هي ستاش راه حتى هي صغر من خمسة وعشرين اللي هي خمسة أس اثنان بمعنى أن عددين حقيقيين موجبين إذا هاد الملاحظة أنا غنعاود نكتبها دابا هنايا مقارنة مربعين بحيث أن هاد العددين موجبين خاصهم يكونوا ضروري اكد على هذه الملاحظه هذه ضروري يكونوا عددين موجبين ما تنهضرش دابا على عددين سالبين مقارنه عددين موجبين يعني الا قانا باش نقارن عددين موجبين وما ما ما, ما, ما تمكنش نحدد الاشاره ديال الفرق كنلتجئ للمربع ولكن بشرط اساس هو ان هاد العددين ا و بي اللي غادي نطبق عليهم هاد القاعده ضروري خاصهم يكونوا موجبين إذا ما كانوش موجبين هاد القاعده ما خداماش ما بين قوسين ما نقولش ما خداماش ولكن ما برصتش فيها راسي دابا غنقول غنتكلم على عددين موجبين دابا اذا كنشوف هاد الترتيب واش تبدل ما تبدلش الترتيب اذا الا كنت عارف يعني باختصار الا كنت عارف المقارنه ديال المربعين دابا 4 اس 2 عرفت شحال كتساوي هي 16 و اس إثنان هي 25 يعني انا عارف بان أربعة اس إثنان اصغر من خمسة اس 2 اشنو يمكن لي نستنتج شنو يمكن لي يمكن لي بان هذا العدد اللي كاينين تحت من الاس راه حتى عندهم نفس الترتيب ديال المربعين الا كان هنا اصغر راه حتى اصغر من خمسة هاي. دابا ينع... غادي غادي نعطي مثال، إذا هي هاد القاعدة اللي كتبت أنا هنا، إذا كان أ أوس اثنان أكبر من أو يساوي ب أوس اثنان، إذا كان إذا كنت عارف المقارنة ديال المربعين، بتعبير آخر، إلا إلا تمكنت باش نعرف المقارنة ديال المربعين، هذا تمكني يمكن لي نعرف المقارنة ديال أ ب إذا إلا كانت عندي أ أوس اثنان أكبر من أو يساوي ب أوس اثنان، فهذا يعني.. ان ا اكبر من او يساوي ب يعني نفس الترتيب دابا غنعطي مثال دابا بغيت نقارن جذر مربع خمسة مع جذر مربع ثلاثة اذا أنا ما غنستعملش الكالكول نبقى نحسب نقول لا راه شحال كيساوي شحال كيساوي اذا خصني نعطي البرهان دابا الا درت الا بغيت نطبق هذه القاعده كيف قلت ما غاديش يمكن ليا الا درت جذر مربع 5 ناقص جذر مربع 3 ما غنحصل غن... على والو اشنو تندير كنمشي كنقارن باش نعرف هذا الرمز اللي غندير هنا شنو كنمشي نقارن خاصني نعرف خمسة أس اثنان مع جد مربع ثلاثة أس اثنان شحال كيساوي هذا وشحال كيساوي هذا كنعرف بأن جذر مربع خمسة أس اثنان شحال هو خمسة إذا ها هي خمسة جذر مربع ثلاثة أس اثنان هي ثلاثة إذا دابا يمكن لي نعرف المقارنة ديال العددين ثلاثة مع خمسة إذا خمسة أكبر من ثلاثة هذا الرمز هذا الرمز هذا مين حصلت عليه أنا حصلت عليه من المربعات دابا هنا هادو المربعين ديال دي. العدد ديال مربع أس اثنان أس اثنان هي يعني المربع قارنت المربعين لقيت أكبر قطعا من هنا إذا هذا الرمز بلا ما كنبرز راسي هنا مباشرة تنجي وتنحطه هنا غندير مثال آخر نوضح به مثلا اذا باغي قلنا اذا قلنا غنزرب شويه فهاد المثال اذا قلت قار ليا 2 جذر مربع 3 و 3 جذر مربع 2 اذا هذا العدد راه بحالو بحال هذا ما كاينش شي فرق اذا 2 جذر مربع 3 مع 3 جذر مربع 2 كنشوفها في الشوفه ديالي ما يمكنليش نعرف عاد شكون اللي كبير شكون اللي صغير واخا نبغي نحسب الفرق ما غاديش نعرف شنو ندير كيفاش كنجاوب على التمرين كنكتب كنقول لدينا كنكتب لدينا كنحسب اثنان جذر مربع ثلاثة أس اثنان كنحسب أس كل لو عدد كنحسب أس اثنان وتنشوف شحال غادي يعطيني إذا هذه أس اثنان هي أربعة في ثلاثة اللي هي اثناش كنجي نحسب العدد الثاني حتى هو أس اثنان إذا لدينا ثلاثة جذر مربع اثنان الكل أس اثنان كتعطيني تسعود في جوج اللي هي تمنتاش إذا دابا هاد هاد اثناش وتمنتاش شنو كيتسماو كيتسماو المربعي ديال هاد العدد مع هاد العدد حسبت المربعين ديالو اذا هاد المربعين واش يمكن لي نقارنهم ولا ما يمكنش ساهلين في المقارنه يعني ان 18 يعني ان العدد 18 راه كبر من العدد 12 العدد 18 كبر من العدد 12 غنقول وهاد 18 هذا 18 اشنو هو نشوف 18 هو هو هذا العدد يعني راه هو جد هو ثلاثة جد مربع اثنان أس اثنان أكبر و اثناش أشنو هو هو اثنان جد مربع ثلاثة أس اثنان دابا هنا شنو خاصنا تنقول دابا هنايا كنقول راني عرفت المقارنه ديال المربعين ديال هاد العدد اللي طالبين مني هما في الاول نقارنهم كنقول راني عرفت المقارنه ديال المربعين ديالهم ويلا عرفت المقارنه ديال المربعين ديالهم راه عندهم تهما نفس الترتيب ديال المربعين ديالهم هي هاد القاعدة أنا شنو عرفت؟ عرفت بأن شوف معايا هنا وهنا إذا عرفت بأن أ أوس اثنان أ أوس اثنان أكبر من ب أوس اثنان هي ب أوس اثنان شنو تتقول لي القاعدة؟ فإلا عرفتي الترتيب ديال المربعين راك عرفتي الترتيب ديال العددين إذا هنا فينا هو أ؟ بالنسبة لي أنا بحال هو هاد العدد اللي كاين تحت من الأس والعدد بي هو هذا ملي تنكتب هاد الملاحظة هذي تنجي نقول نكتب اذا اذا ما دابا ما المربعين حيت انا ما طالبينش مني نقارن المربعين وانما مقارنه المربعين هي وسيله وطريقه باش نعرف المقارنه ديال العددين كيفاش غنجاوب على السؤال غنقول اذا اذا 3 جذر مربع 2 راها اكبر من 2 جذر مربع 3 هذا هو الجواب ديالي اذا نتلاقاو في الفيديو المقبل لن نتكلم فيه ان شاء الله على مفهوم الترتيب والعمليات والسلام عليكم ورحمة الله